طبعا وحشنا جدا كلنا جدا يعني. طبعا قاعدين في البيت محبوسين ما بننزلش، كل يعني بنعمل الولاد بقى موفي نايت بتاع عشان نعرف نحافظ عليهم. النادي كان شايل عننا كتير جدا جدا جدا، ولادنا ارت ميوزك تمارين رياضيه فرق حاجات كتير يعني. مع الحظر والبهدله اللي كنا فيها فعلا صعبه جدا. فتحة النادي النهاردة كانت حكاية، احنا كلنا جينا بصراحة يعني، وما شاء الله على الإجراءات الاحترازية اللي شغالين فيها في النادي هنا ما شاء الله بصراحة. بإذن الله بإذن الله من بكرة الولاد هيجوا بإذن الله على الأقل يومين ثلاثة في الأسبوع. طبعا النادي ده بالنسبة لنا كان متنفس رهيب لينا وللولاد، فمش متخيل فرحتنا قد إيه طبعا بأن النادي فتح تاني. يعني أول يوم لازم كنا لازم نيجي النهاردة نفرح بالنادي حبيبنا. بصراحة شغل ممتاز يعني، أنا من أول على البوابة لدرجة الحرارة للتعقيم للبخار، لا بجد يعني ما شاء الله يعني شغل عالي جدا. وأتمنى أن الناس كلها تنزل بجد، في ناس كتير كانت خايفة تيجي النادي الأهلي بسبب بالقلق الكورونا، فانا متاكده ان شاء الله ان احنا النادي هيبقى قدها وقدود. طبعا الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه جدا، توقف عن كل الانشطه، خصوصا ان الاولاد رياضيين وينفعش يتوقفوا كل الفتره دي، فكنا على قد ما نقدر بننزل نتمشى في حوالين البيت، يركبوا العجل، فكنا مستنيين مشتاقين جدا ان النادي يفتح طبعا علشان نرجع للرياضه على اقل حاجه التراك يعني، كنا يعني وحشنا. وجينا النهارده اهوت بدليل نشوف اول يوم افتتاح النادي الوضع عامل ايه. والله انا ملاحظه من اول الدخول على البوابه ان افراد الامن متواجدين بشكل كويس بشكل كبير، اجراءات الاحترازيه من اول قياس الحراره من على البوابه لبوابه التعقيم الكامل اللي موجوده في الباركينج، شايفه يعني ان في اهتمام بالاجراءات الاحترازيه. واهم حاجه ان كل فرد يجي هو من نفسه لازم يبقى معاه الكمامه ويبقى حريص انه لابسها والكحول، وحريص في التعاملات بتاعته، دي اهم حاجه يعني.